وطن وطن تريد تلعب ويانا العب ويانا صح. انت بعدك صغير وجاتك سهلة ماكو خسارة. المهم سمعت صوتك والصغير الصغير وقعته سهلة كلش. يا وقع يقوم يمشي ويتعلم وعادي، بس الكبير وقعته ثقيلة تعور كسر عظام. يجوز اصلا ما يقعد بعد ولا يقدر يمشي. تعجبني تعجبني وطن، كلش تعجبني. بس انت بهاي اللحظة اللي قاعد تحكي بيها وياي، البضاعة توزعت ووصلت للزبون وفلوسها اندفعت وطبت بجيوبنا. جزء تبعت المخدرات. اوكي وزعتهم واخذت فلوسهم وحطيتهم بجيبك عادي كلش. بس هاك الزم من هذا شاربي، اذا ما خليت لي اشتراهن من عندك يرجع لك ياهن. لا اطلعاني وطن ولا لو وياي وطنيين. واني متشوق كلش هوايه ان اشوفك ايش راح تسوي. الولد ما له علاقه عفو. يلا شباب باشا عندنا مشكلة كبيرة. دا اشوف تقرير ياسمين وهي دا تشرح المشكلة الكبيرة مالتك. باشا دا تسمح لي، مخدرات مسمومة والموزعين رجعوها. ماكو تسمم ولا هم يحزنون. شنو المشكلة؟ المشكلة اسمها وطن. وطن؟ وطن شو له علاقة بهذا الموضوع؟ تمام، لازم تحترم ذكاء عدوك حتى تقدر تنتصر عليه. زين باشا ياسمين شنو دخلها بالموضوع؟ الإعلام القوي اللي ينفرد بالأخبار. أنت تعرف ياسمين. زين باشا عذرا على التدخل، أنت ليش ما تخلي ياسمين بعيد عن هاي المواضيع؟ ياسمين صارت تكشف لعيوب رجالي أكثر منك.